قاعد كده ويبقى قدامك المنظر ده، عندهم انفينيتي بول، ان كل غرفه معاها الكتريك بايك. اهلا بيكم في واحد من افخم الفنادق في صحراء السعوديه. ازاز المايه عندهم شكلها حلو لدرجه ان انت عايز تحتفظ بيها مش تشربها. يعني ده بالنسبه لي مش مكان تقعد فيه ليله او ليلتين، ده مكان تتمنى ان انت تعيش فيه. اهلا بيكم في واحد من افخم الفنادق في صحراء السعوديه، وهو فندق هابيتاس. فندق هابيتاس حاجه كده وسط الطبيعه، انت بتيجي هنا تعيش وسط الطبيعه. مش بس بتعيش وسط الطبيعه، ولكن بتعيش في حاجه كده زي فيلا، خيمه مودرن جدا معموله بطريقه ما. هو الديزاين انا ما اقدرش يعني مش قادر احدده، ولكن هو مكان جامد قوي قوي. فالنهارده هاخدكم معايا تعيشوا التجربه دي، ونعيش تجربه ان احنا نعيش في فندق هابيتاس. اول حاجه محتاج تعرفها، وانا شخصيا شدتني جدا 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 للمكان غير الغرفه، هو ان كل غرفه معاها الكتريك بايك. ليه عجله كهربائيه وليه الكتريك بايك دي؟ الكتريك بايك دي كويسه جدا جدا في الصحراء. فطبعا احنا الفندق وسط الصحراء، هو الطريق جوه الفندق ممهد، ولكن العجله دي عجله صحراء، فانت ممكن تخش بيها في الرمل عادي، ممكن تمشي بيها في اي حته. فالالكتريك بايك دي على فكره طبعا غاليه جدا، انا يعني نفسي في واحده، نفسي بقى عندي واحده، فان شاء الله ربنا يرزقنا. خلينا نخش ناخد جوله في الغرفه. اول لما بتخش بتلاقي ان الغرفه تصميمها سيمبل وفي نفس الوقت فخم، يعني حاجه بسيطه جدا، ولكن في نفس الوقت حاجه تحس ان هي فخمه وستايل جامد جدا. هو اصلا المكان بيبلند مع الصحراء، انت لو بتبصص فوق من الدرون تحس ان المكان جزء من الصحراء. اول ما بتخش هو الموضوع كله مفتوح على بعضه، المكتب قدامك تحط حاجتك، وبعد كده عندك هنا السرير. السرير بقى احلى حاجه ان هو الفيو بتاعه عالمي، يعني انت بتنام على السرير شايف بره قدامك الجبل وقدامك الصحراء، تحس ان انت نايم على الارض في الصحراء، ولكن على سرير بمرتبه نظيفه بمخدات وجو كوزي ومقفول عليك ومبسوط. خش بقى بعد السرير، في تحت السرير على طول الكنبه اللي قاعده دي، اللي هي برضو قاعده تحسسك ان انت ملك قاعد وسط الصحراء كده قدامك الجبال. انا ما عنديش اي مشكله تماما ان انا اجي واقعد القعده دي، بس ما اعملش اي حاجه، اكل واشرب وانام وانا قاعد كده. يعني ده بالنسبه لي مش مكان تقعد فيه ليله او ليلتين، ده مكان تتمنى ان انت تعيش فيه. زهقت من الكنبه، تقوم بقى ايه، تفتح كده الشباك وتخرج تقعد القعده الجميله دي. يعني زهقت من القعده اللي جوه، تطلع تقعد القعده اللي بره. طبعا هنا بالليل الجو برد حبتين، ولكن انت عايش وسط جبال العلا. عندك هنا برضو كذا قعده ممكن تقعدها. تعالى زي الشزلونج ده، انا عايز اعيش هنا يا جدعان، انقلوني اعيش هنا. يعني بالنسبه لي من اجمل الاماكن اللي انا زرتها شخصيا العلا، وده من اجمل الفنادق اللي انا شفتها وقعدت فيها، حاجه لا توصف. عندك بقى هنا الجزء اللي انت هتعيش عليه، او المطبخ الصغير بتاعك، وهو عباره عن شويه سناكس على قهوه على تلاجة فيها شوية مشروبات. طبعا انت لو عايز تجيب مشروبات بتاعتك اوكي، في اوريدي مشروبات هنا موجودة. وعندك بقى عامل حاجة كيوت قوي قوي، وهي الجارز دي، عامل برطمانات كده جواها بقى ايه، سناكس، عسلية، مكسرات بكل انواعها، مش ناشف، بلح. عندك بقى تحت هنا التلاجة، تفتح التلاجة هتتبسط على طول، تلاقي بقى في درينكات، في مية، في كولا، في موسى، عصاير. والناحية دي عندك سيف، خزنة تحط فيها بقى اللي انت محتاجه. وهنا بقى عندك لعشاق القهوة، حط لهم مكنة نسبريسو والكبسولات بتاعتها اهي، وشاي، سكر، كاتل، كل حاجة. ازايز المياه عندهم شكلها حلو لدرجة ان انت عايز تحتفظ بيها مش تشربها. نيجي بقى للجزئية دي من الغرفة، وهو زي ووكن كلوزت، في ناحيتين. الناحية دي عندك ستورج، عايز تحط بقى شنطك، عايزين نحط الدبدوب بتاع حنين، في سشوار، في بطانيه زياده عشان الجو بالليل هنا بيبرد قوي، شويه حاجات كده لطيفه. وعندك هنا ايه، ميزان، عشان طبعا لو عايز توزن نفسك
لان انت هنا تبقى عايز تبقى تعيش عيشه صحيه شويه، عايز تاكل فاكهه تروق على نفسك بشويه بيض في الصبح مش عارف ايه، فممكن تخس 2 3 4 كيلو كده فتبقى توزن نفسك وتتبسط يعني. والناحيه دي فيها بقى دولاب برضو اتعلق عليه، انا معلق عليه جواكت، وعندك مكوى انا طبعا مطلعها عشان كنت بكوي. واحد هيجي يقول لي احنا في وسط الصحراء شمسيه ليه؟ اقول لك ان العلا بتمطر احيانا، تبقى لطيفه برضو المطره مع الصحراء بتبقى بتدي شغل جامد. نيجي بقى ليه التحفه الفنيه وهي الحمام. الحمام بالنسبه ليا هو كل تفصيله فيه هي تحفه فنيه. كفايه بس كفايه ان انت تخش تبقى قاعد كده، مش لازم تعمل حاجه يعني، ممكن تقعد عادي ويبقى قدامك المنظر ده، انت قاعد شايف الجبال ومحدش شايفك، الحوض فخم يعني بزياده، التفاصيل بقى كل اللي على الحوض، البتاع اللي معموله من خشب، البادي لوشن اللي محطوط جوه حاجه هي مش بلاستيك ولا حاجه، لا تحس ان هو زي سيراميك كده، و يعني والله في حاجات مش طبيعيه. والصابون اللي انا يعني مش عايز افتحه من اول ما جيت عشان ريحته حكايه يعني، هحتفظ بيه مش هستخدمه. والشاور بقى اللي جامد قوي وعامل لك فريم كده ازاز، بحيث ان انت هو ملوش لازمه صراحه بس بيدي طابع. عندك هنا ايد الشاور اللي هي احلى من اي ايد شاور شفتها في حياتي، جامده جدا. وبعد كده عندك بقى ايه اوبشن ان انت تطلع تاخد شاور بره، مش عايز تاخد شاور جوه، ممكن تاخد شاور بره. اعمل لك شاور بره عشان في الصيف هنا الجو طبعا بيبقى حر جدا، فعادي جدا انت تبقى عايز تاخد شاور بره. وبرده في الشتاء يعني، هو الشتاء الجو دلوقتي احنا في شهر ديسمبر، انا طبعا لابس بكم كده عشان ايه خايف ابرد وبتاع، ولكن الشمس طالعه والجو جميل جدا، ممكن عادي الواحد يلبس نص كم، فانت ممكن عادي تاخد شاور هنا برده، عندك شاور هوت كولد كله موجود، ف مش هتغلب. طيب بعد ما خدنا جوله في المكان تعالوا بقى ايه نروح كده ايه نفطر فطار رايق. اهم حاجه ان انت اول ما بتيجي هنا بيدوك خريطه للمكان او خريطه للفندق، بحيث ان انت تبقى عارف غرفتك فين وتعرف تروح لها ازاي. انت طبعا معاك البايك في اي مكان تتحرك عايز تروح اي حته، عندك برضو على الخريطه دي في معالم وفي اماكن انت محتاجها، زي مثلا الريستورانت، الكافيه، السبا، الجيم، مش عارف ايه الكلام ده كله. فتعالوا ايه ناخد كده ايه جوله سريعه في المكان. المكان جامد ان انت ممكن تيجي تاخد فيه صور جامدة، تقعد كده تتأمل فيه. اعتقد الحجارات دي ليها علاقة بالنجوم واليوجا والاسترخاء والحاجات دي كلها، فجامد. هل هم بقى يكتفوا ويسكتوا؟ لا، يقولك نعمل لك ترامبلين. قرروا ان هم يعملوا حاجة فريدة من نوعها، يعمل لك ترامبولين. ترامبولين وسط الصحراء وسط الجبال، دماغ مش سهل يعني، نفسي اعرف مين اللي طلع بالفكره دي، مين اللي فكر فيها. كل ما تقعد تفكر ايه في العظمه باقي ممكن يعملوه ما تلاقيش. بص حاجه بسيطه جدا وسهله يعني، مرجحه، بس لا مرجحه في حته ما تخليك تبص على الجبل، برضو حاجة من وسائل الترويق والمزاج. عندهم هنا كافيه في الفندق، كافيه كامل متكامل حجمه كبير جدا، فيه كل حاجة بقى، ممكن تيجي تقعد تشرب قهوة، هتاكل ديزرت. تعالوا كده ايه نجرب كام حاجه. وبالصدفه الصدفه الراجل الجميل اللي ماسك المكان هنا هو احمد، واحمد مصري. ابو حميد حبيبي، ايه الاخبار؟ اهلا وسهلا بيك، ومنورنا هنا في المملكه حبيبي، ومنورنا في هابيتاس وفي العلا حبيبي. ايه بقى الحاجات الحلوه ده يا ابو حميد؟ ده قصاي. قصاي
الاساي ده انا سمعت عنه كتير مؤخرا يعني، بدا ان هو ينتشر. طعمه حلو وصحي. احيانا كده انت بتاكل حاجه صحي تبقى مبسوط، مبسوط انت بتاكل حاجه صحي، مش فارق بقى ايه هي، اهم حاجه ان انت بتحس ان انت الفايده بتعم. حاجه من الحاجات اللي كان لازم يضيفوها لجمال المكان وقيمته هو حمام السباحه. عندهم انفينيتي بول. انفينيتي بول ده فكرته ان انت تبقى قاعد جوه وشايف كده الجبال وكل حاجه بقى ما لا نهايه. كمان هو هيتد، فهو حتى لو في برد تقدر تنزل عادي. طبعا جامد جدا كمنظر وكاحساس. طبعا انا لو معايا العيال هنا كانوا زمانهم دلوقتي ما بيطلعوش من حمام السباحه. شاورما عالميه، دي بقى حاجه كنت يعني ايه حابب ان انا اعرفها، هل هم جامدين في كل حاجه ولا في حاجات هتقع منهم؟ لا، شاورما في حته تانيه. ودي كانت نهايه تجربتي في هابيتاس، واحد من افخم الفنادق او المنتجعات اللي انا صراحه قعدت فيها في الصحراء، وسط الصحراء في العلا. يا رب تكون التجربة عجبتكم وعجبتكم الفيلا الجميلة الصغننة دي. وانا صراحة انبسطت واستمتعت بالكام يوم اللي انا قعدتهم في العلا وفي هابيتاس. لو عجبكم الفيديو طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب والكلام ده كله. ويا رب يكون فيديوهات السعودية عجباكم، لان ان شاء الله فاضل كمان فيديو واحد من السعودية، فيديو برضو حاجة كده طعمها حلو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.